ليس مهما. ولكنه سر. هذا ليس سرا، لا تهتمي للأمر، لكني أطلب منك ألا تخبره لأحد، حتى جدك وأبيك. لماذا؟ حتى لا يقول عنك إنك فتاة غير مهذبة تسترقين السمع إلى أحاديث الكبار. أنا أحبك ولا أريد أن يقول أحد عنك إنك فتاة فضولية. والمعلمة أيضا قالت لنا هذا. رأيتي؟ المعلمة تحبك أيضا. وأنا أحبها، إنها لطيفة وحلوة. إذن يجب أن تكوني مطيعة، وإلا سأغضب منك ولا أسمح لك بالدخول إلى هنا مرة ثانية. أنت صغيرة ويجب عليك ألا تهتمي لما يقوله الكبار. اتفقنا؟ اتفقنا. والآن يجب أن تعودي إلى البيت لتكملي دروسك وتنامي باكرا. كما تريدين. أتعجبك هذه اللعبة؟ أجل، خذيها. والآن إنهم بانتظارك. يمكنني أن أراك غدا؟ طبعا طبعا. جميلة. أنا غاضب منك. لماذا؟ وأبوك أيضا. فؤاد، أنت غاضب مني؟ أجل، هي أرادت أن أبقى عندها. ألم أقل لك إنها تعبة وعلينا ألا نزعجها أبدا؟ لم تنزعج، لعبت معها بألعاب ربيع. لنفترض أنها صرخت مثل ما فعلت في المستشفى. لم تصرخ، إنها تحبني. تأخر الوقت، يجب أن تنامي. هيا. تصبح على خير. وأنت بخير فؤاد. ألم تقول لي أحلاما سعيدة؟ حاضر، أحلاما سعيدة. Thank you.
سوف تران. أمال، منصور، كيف حالك؟ كيف حالك أنت؟ بخير، أنا بخير، لا تهتم لشيء، صحتي جيدة والأمور حسنة. أيها المراوغ. أنا لا أراوغ. نسيت حريتك؟ حريتي، الحرية المسكينة. أنت تعتقدين أن حريتي خارج هذه القبان؟ أين هي إذن؟ من يدري، حرية أمثالنا في أيدي الآخرين، إن قبضوا كفهم خنقنا، وإن فتحوا عشنا وهم حرية. تبدو حزينا. لا أبدا، أنا اخترت بنفسي هذا المكان. لو كان باستطاعتي تحطيم هذه القضبان. أمال، أمثالنا أصحاب كلمة سيدي، حريتهم معلقة في مهب الريح، فهمتي؟ غير مهم، المهم ألا أنسى شيء قبل أن ينتهي وقت الزيارة. حاولي. الأستاذ مروان وعدني بأنك ستخرج في وقت قريب. متى؟ لست أدري، الأستاذ رياض يهتم بالقضية. الأستاذ رياض؟ نسيت أن أخبرك أن الأستاذ وليد قد توفي في حادث سيارة مع ابنه ربيع. ماذا تقولين؟ كيف؟ ألم تقرأ الخبر في الصحف؟ أتظنين أننا هنا في مكتبة عامة؟ انتهت المقابلة. أعمل عند السيدة ليال، إنها مصابة بانهيار عصبي. الأستاذ مروان طلب مني هذا. ماذا؟ أنت تعملين؟ لماذا أنا في السجن إذن؟ انتهت المقابلة. ألم أقل لك إنني سأنسى؟ أحبك. ألو، أهلا يوسف، ما زلت في مكتب وليد؟ حسنا، راجع الأسماء جيدا، وحارس موقف السيارات أحضره إلى هنا فور عثورك عليه. مع السلامة. علينا أن نتحرك. ماذا ننتظر؟ اقترح شيئا، إننا نستمع. سأبحث بنفسي عن الملف في مكتب وليد. يجب أن تسرع، لأن الشرطة بانتظارك هناك. اهدأ اهدأ. كيف اهدأ؟ ألا تدرك خطورة وقوع الملف في أيدي الشرطة؟ الملف خطر علينا جميعا، ولكننا لا نستطيع أن نتصرف دون أوامره. يبدو أنه غير مهتم لإيجاد الملف، وإلا لفعل شيئا أو طلب منا أن نتصرف. وما يؤكد لك عدم اهتمامي؟ الأمر بسيط، لأن اسمه غير وارد فيه. ومن اطلع على الملف ليعلم أن اسمه غير موجود فيه؟ لست متأكدا، ولكنني أشعر أنه كان يتآمر علينا مع وليد. أحب أن يسمعك وأنت تتكلم عنه بهذه اللهجة. لا تسيء الظن به. كيف تتجرأ؟ لا تلومه، إنه خائف. لنفترض أن اسمه ليس في الملف، ألن يعلق معنا إذا نحن علقنا؟ ألن يتوصل إليه التحقيق عن طريقنا؟ وتعتقد أنه لا يعلم هذا؟ اهدأ ودعه يتصرف. الشحنة ستصل قريبا. تفضل. ليال، اهلا وسهلا. اهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. تفضلي تفضلي.
فاجأتك؟ تبدين بحالة جيدة. لم أكن أتوقع أن تتقدمي بهذه السرعة. ماذا تقصد؟ لا أريدك أن تشهدي نفسك لتظهري بمظهر يرضيني ويرضي الآخرين. أريدك أن تكوني أنت راضية عن نفسك. أنا لا أشهد نفسي بشيء. أرجو هذا. كنت أنتظر أن تشجعني. ألا تكفيك صراحتي؟ عندما اخترتك طبيبا لي وقبلت بي مريضة عندك، يومها فرض علينا أن نكون أصدقاء وأن تكون بيننا صراحة وثقة عمياء. إذن هذه أنا كما كنت دائما، ولن تغيرني حالة طارئة مهما كانت قاسية من إنسانة إلى أخرى. ليال، أنا مسرور جدا من تحصلك السريع. إذن سأبدأ بالعمل. العمل يساعدك، شرط ألا تعملي بإرهاق في المراحل الأولى. أعدك. ألو عدنان، أريد أن أراك حالا. أجل، الأمر هام. انتظرني أمام مدخل منزلك، سأكون عندك بعد ربع ساعة. مع السلامة. الطعام شهي هنا. هذا لأنه مطعم جديد. هل أعجبك؟ أكاد لا أصدق. ما؟ هذه أول مرة أراك فيها بحالة جيدة. تعني منذ مدة طويلة. الحياة يجب أن تستمر. الجميع يصابون بكوارث وويلات، الحرب، الزلازل، الموت. هذه إرادة الله. ليال، ماذا تقولين؟ أخيرا عدت إلى الحياة. كنت أيأس من الانتظار، ولكن انتبهي، لا ترهقي نفسك بفرحة الشفاء. لا تخف، إنني أتبع إرشادات الطبيب. قمت بزيارته قبل الظهر. حقا؟ كيف استقبلك؟ سر كثيرا، ولكني شعرت أنه لم يصدق فأخضع عن كشف طبي، ثم سمح لي بالبدء بالعمل. ستديرين المكتب؟ أجل، وستندهشي. لا، لن تأتي جميع الأخبار السارة في وقت واحد. أهنئك فعلا على تخطيك الأزمة، إنها فعلا خطوة ناجحة، خطوة صعبة. هل بدأت باستلاب الدعاوي؟ حسب الظروف. ما نوع الدعوة؟ تعويض عن عطل وضرر. ضدك أنت؟ لا، أنا المدعي. ضد من؟ ضدك أنت. ضدي أنا؟ ماذا فعلت لك؟ خطفت مني زوجتي مدة طويلة. Thank you.
نعم بانسحابي وخلصتي من العملية. لا أريد شيئا. افعل. انتبه، خوفك يجعلك تتصرف كالأطفال. ساعدني، لم أعد أقوى على الاحتمال. كلنا في نفس المشكلة. إذا علقنا لا أعتقد أن الشرطة ستقبل استقالتك من جريمة القتل. رفعت، لما لا تسافر حتى تنجلي الأمور؟ أسافر وابني طارق. ابنك في مدرسة داخلية. لا لا، لن أتركه وحيدا، أخاف عليه. تخاف عليه؟ لماذا؟ لماذا لم تفكر به قبل الآن؟ لماذا قبلت المشاركة في العملية منذ البداية؟ أعصابي لم تعد تحتمل. سأنسحب، سأنسحب مهما كلف الأمر. سأنسحب، سأنسحب، سأنسحب. أنصحك ألا تجعله يعلم بحالتك، إنه لا يحب الجبناء. رفعت، الخوف أخطر من الشرطة. أعتقد أنك فهمت ما أقصد. رفعت يريد الانسحاب من القضية مقابل التنازل عن حصته لك. كيف علمت؟ عرض علي نفس العرض منذ ساعات. ماذا قلت له؟ نصحته بأن يقدم استقالته إلى الشرطة. أتعلم يا عدنان، ربما كان على حق. ألا يمكننا إلغاء العملية؟ فات الأوان، البضاعة في طريقها إلينا. نتخلص منها، نتخلص منها بطريقة ما. على الأقل نبعد عنا دافع قتل وليد إذا وقع الملف في أيدي الشرطة. الصفقة تجني الملايين ولن يتنازل عنها هو بسهولة. أعتقد أن الشرطة ما زالت بعيدة عنا، وإلا لأمرنا باتخاذ إجراءات معينة. لكنهم علموا أن الحادث مدبر وبدأوا بتحقيقاتهم مع عامر المحطة ومع الميكانيكي. المهم الملف، هذا هو الإثبات الوحيد، وسيصبح دون فائدة بعد أن نسحب الشحنة. إذا خلصنا بالشحنة لن يبقى من الملف إلا حبر على ورق، ومجرد اتهامات لا تستند إلى إثبات حسي. أعجب لأمر وليد، ما ينفع الملف إذا كان لا أحد يعلم به؟ ترى ألم يخبر أحدا عنه؟ ألم يترك إشارة تدل إلى مكان وجوده؟ من يدري، وربما فاجأناه في الوقت المناسب. لم يكن قد تسلم بعد جواب الرئيس على تهديداته. قليل من الحظ، قليل من الحظ، وينتهي كل شيء بسلام. لن تقدم استقالتك أيضا، البضاعة مشحونة باسمك. من يعلم بوجودك هنا؟ زوجتي فقط. ستقول لها إننا كنا نسألك عن سيارة مسروقة، فهمت؟ كما تريد، ولكن أي سيارة؟ تغيبت 4 أيام عن العمل، ما السبب؟ ذهبت لأرى زوجتي. بل هربت. ولم الهرب؟ ألا تعلم لماذا أنت هنا؟ لماذا؟ أنت تعرف الأستاذ وليد ريحان؟ كان أفضل زبون عندي. وسيارته؟ أجل، كان يوقفها باستمرار في الوقت الذي تحرس به أنت، عندما يكون في المكتب. قبل يوم الحادث هل كانت في الموقف؟
نعم أنت تذكر جيدا. طبعا بالنسبة لما حدث في اليوم التالي. سهيل، إلى أي مدى أنت ملم بميكانيك السيارات؟ معلوماتي بدائية جدا، ولكن لما كل هذه الأسئلة؟ ألم تفهم بعد؟ أنت عطلت سيارة وليد. لا بلى، من عطلها إذن؟ لا أعلم ماذا تقول. من أخذها من الموقف؟ من اقترب منها في ذلك اليوم؟ لا أحد، لا أحد. إذن أنت لم يبقى سواك. لا أعلم ماذا تقولون. ستعلم عندما تمضي الليلة في ضيافتنا. لا لا أرجوك، أنا لم أفعل شيئا. من عطل السيارة إذن؟ أرجوك صدقني، لا أعلم شيئا. كنت أحب الأستاذ وليد، كان مورد رزقي، لقد تأذيت من موته أكثر من الجميع. أنا لم أكن بالنسبة إليه مجرد ناطور لموقف السيارات، كنت أؤدي له خدمات كثيرة. صدقني، بدأت عائلتي تجوع بعد رحيل. صدقني. اسمع، إذا كنت أنت أو إذا كنت تعلم من عطل السيارة، فتأكد أننا سنكتشف هذا عاجلا أم آجلا، وستدفع ثمن كذبك إلا إذا أخبرتنا بنفسك. فكر جيدا واتصل بنا متى تشاء، والآن تستطيع الذهاب مؤقتا. سهيل. نعم سيدي. لا تخبر أحدا بالموضوع. نسيت أنني كنت هنا. لماذا لم يطلعني فؤاد على الحقيقة؟ خائف على أعصابي. لقد فات الأوان. من يريد قتل وليد وربيع؟ لماذا ربيع؟ هل سأتمكن من معرفتهم؟ تسجل نفسها بصورة مستمرة في هذه الغرفة وتقفل الباب بالمفتاح. ألا تلاحظين أن حالتها تتحسن قليلا؟ كانت جيدة هذا الصباح، أدهشتني، ولكن سرعان ما عادت إلى هذه الغرفة. لا بأس لا بأس، تحتاج إلى مزيد من الوقت. لا أظن أنك ستأخذين لي صورة وأنا بهذه الحالة. لا تخف، إنها معطلة، سأذهب لإصلاحها الآن. ألا تريدين أن أقوم عنك بهذه المهمة؟ لا، أريد شراء كمية من الأفلام وأدوية للتحميض أيضا. انسحبت، أنا لا خبرة لي بهذه الأشياء. لا تكفيك خبرتك. يبدو أنك تعدين مفاجآت للجميع. ماذا ستفعلين غير التصوير؟ سأبدأ بالعمل في المكتب. ألم أقل لك؟ أريد تغيير الجو قليلا. لم أرى ريما اليوم. ريما غارقة في الدرس، تريد أن تصبح محامية مثلك. وفؤاد، ألم يأتي بعد؟ يبدو أن سوق الجريمة ناشطة هذه الأيام، لا نكاد نراه أبدا. أريد أن أراه عندما يأتي. سأبلغه ذلك فورا. تأخرت، ربما ريما تكون قد أنهت كتابة أطروحتها الآن. أرجوك لا تمنع ريما من المجيء إلى هنا، وجودها يعزيني. Thank you.
يبدو أن مشكلة ليال ستحل قريبا. بقي مشكلتي. مشكلتك؟ يجب أن أسافر إلى كندا في أقرب وقت. لماذا كندا هذه المرة؟ سمعت أن هناك مركز أبحاث يقوم بالمعجزات هنا. لماذا تحملين نفسك كل هذه المشقات؟ ألا يكفيك ما رأيت من أطباء حتى الآن؟ أريد طفلا ولو على حساب حياتي. لن تيأسي منى، أنت تعرضين نفسك للخطر. لن أضحي بك من أجل طفل. هذه آخر محاولة. آخر محاولة تقريبا. منى، لماذا لا تستسلمين؟ هذا قدرنا، كثيرون يعيشون دون أطفال. أنا أحبك، أحبك دون أطفال. وجودهم لا يغير شيئا في حياتي. أحبهم، أتشوق إليهم، أريد أن أسمع صراخهم وضحكهم في بيتي. جودهم يعزين، يملأ فراغي، يثبت لي أنني امرأة. كيف لا تفهم هذا؟ أريد أن أكون أما. في قلبي كثير من الحب، سأضم إلى قلب طفل ولو كان مشوها ومعاقا. أهلا فؤاد. جئت في وقت غير مناسب. تفضل تفضل، لا شيء جديد. المشكلة نفسها. يبدو أنها متأزمة هذه المرة. ولكنني لن أقطع الأمل. تفضل. هناك دائما شيء يعكر صفونا. بحثت عنك طيلة ساعات الصباح. كنت منشغلا خارج المكتب. العمل يرهقني بغياب وليد. المسكين. ماذا جرى في التحقيق؟ هل اكتشفت شيئا جديدا؟ لست أدري. أشعر أنني أدور في الفراغ. أنا بحاجة إلى معجزة حقيقية. ألم تجد شيئا في المكتب؟ لا شيء يثير الشكوك. إنما هناك بعض أسماء من ذوي السوابق، كانوا من زبائن وليد. أحببت أن أخذ رأيك بهم وبطبيعة معاملتهم مع وليد، نظرا لصلتك الوثيقة به. أعرفهم، كانوا على صلة طيبة بوليد. مروان، أتعتقد أن وليد كان يقوم بأعمال، كيف أصفها، غير قانونية أو لا يستطيع التصريح عنها؟ لا أعلم. أنت متأكد؟ كنا نقضي معظم الأوقات معا. بالطبع أنا متأكد. أرأيت؟ أريد نقطة صغيرة واحدة ولا أجدها. ريما، ظننتك نائمة. جدي؟ ها؟ لماذا لا يفعل أبي مثل علاء؟ أي علاء؟
الأمير علاء الدين الذي تزوج الأميرة الحلوة. ولكنها رواية. ألا يستطيع أبي أن يفعل مثل الأمير علاء؟ بلى بلى، ولكننا نهتم بك الآن ونحبك كثيرا. لماذا تتعب نفسك أنت وأبي؟ يأتي بماما ثانية وينتهي الأمر. من الصعب أن نجد ماما ثانية بهذه السرعة. لماذا؟ يجب أن يحبها أبي كثيرا. أجل، وليس لدينا الوقت أن نفتش عن ماما ثانية لأننا مشغولون بك. في السنة المقبلة تكبرين أنت وتصبحين قادرة على مساعدة والدك في البحث عن الماما الحلوة التي سنحبها جميعا. عودي إلى الفراش. أخبرني القصة مرة ثانية. أنت تعرفينها. قلها أنت. حاضر. خرجت الأميرة من البركة في ذلك الصباح. لا، قلها جيدا كالمرة الأولى. حاضر. خرجت الأميرة من البركة في ذلك الصباح. ما بك مضطربة؟ السيدة ليال. ما بها؟ أقبلت على نفسها في الغرفة. ولكننا اعتدنا على هذا. لا لا، ليست غرفة ربيع. أين؟ أسرعي. غرفة صغيرة قرب المطبخ. غرفة صغيرة جدا. أجل أجل. لا ضوء فيها ولا نوافذ. هذا ما يحيرني. إياك أن تقتربي من الباب أو تحاولي فتحه. ولكنها في خطر. لا 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 تخافي، إنها غرفة خاصة لتظهير الأفلام. يظهر أنها عادت إلى هوايتها المفضلة. ألم ترها تستعمل آلة التصوير في المدة الأخيرة؟ كانت معها اليوم، أرادت إصلاحها. فؤاد. ليال. أهلا. صور جديدة؟ لا، صور لربيع وريد. انظر. تماما كما كنت انا وانت. تذكر؟ كيف لا، انها اجمل ايامي. اتذكرين انت؟ اشدك بشعرك، تشتكين لأبيك، يؤنبني أبي، نضحك، نرقد، نلعب معا. ما أجمل أيام الطفولة. لكن ريما لن تلتقي بربيع بعد الآن. ربما لن تتذكرها عندما تكبر. رحل ربيع، رحل إلى الأبد. ترى هل يقدمون له الألعاب حيث هو؟ ليال، سأبدأ في العمل. أعلمت بالخبر، إنها خطوة جيدة. عرفت أنكم تدققون في سجلات المكتب. إجراءات عادية قبل أن نطوي الملف. بالمناسبة، هل يوجد هنا ملفات تتعلق بالمكتب؟ لا. لماذا؟ هل لدى وليد صندوق أمانات في المصرف؟ أجل، إن لدينا صندوقا مشتركا في مصرف المشرق، ولكن لما كل هذه الأسئلة؟
إجراءات قانونية وأنت أدرى الناس بها. ألا تخفي شيئا؟ لا شيء لدي لأخفيها، مجرد شكليات لابد منها في ظروف مماثلة. يظهر أنك بدأت بنسيان القوانين. كدت أنسى، أنا على موعد مع المدعي العام. أنت بحاجة إلى شيء؟ لا شكرا. ليال لا تترددي. إلى اللقاء. مسكين فؤاد، إنه يخفي عني الحقيقة خوفا من انهيار عصبي آخر. ترى هل اكتشف أثرا ما؟ ليس في المكتب على كل حال، وإلا لما طرح علي كل هذه الأسئلة. لم أنسى ماذا يبحثون؟ هل تورط وليد في قضية غير شرعية؟ هل كان يشكل خطرا على أحد؟ ولكن ربيع، أدخل ربيع؟
ما زلت تعمل؟ وأنت ماذا أتى بك الآن؟ كنت مارا من هنا فرأيت المكتب المطاع. قل لي ألست جائعا؟ بلى. سنتناول العشاء معا. علي أن أنتهي من هذه الأوراق أولا. أنت تعمل ليل نهار. الباخرة ستصل قريبا، علينا أن نستعد لنخرج البضاعة دون شكوك. لا أعلم لماذا هذا الاهتمام المفاجئ، كأننا نقوم بالعملية لأول مرة. يا عدنان، هذه المرة هناك جريمة. لو لم يطمع وليد ويطالب بنصف الصفقة لكانت الأمور تسير الآن على أحسن ما يرام. لا يمكنه أن يطالب بشيء الآن. ليتنا تجنبنا قتله. كان سيموت على كل حال، لا أحد يعيش إلى الأبد. كل ما فعلنا هو اقتطاع بضعة سنوات من عمره. تعجبني قوة أعصابك، أنت تمزح حتى في أصعب الأوقات. ربما هي خبرة وتجارب وليست أعصاب. ألن تقبل دعوتي إلى العشاء؟ ستكمل العمل غدا. كنت تحلم؟ أجل، ماذا رأيت؟ رأيت طفلا صغيرا يقف على سريري ويضع يديه على عيني. كان جميلا كسائر الأطفال. برد الشاي، يجب أن يذهب، لم يعد لدينا وقت. بماذا تريدين أن نربح الوقت؟ ربما لم يبق لدينا سوى الوقت. هل تعتقد أننا حقا كبرنا؟ كما أطفال اليوم أصبحوا يسأمون من أباء مثلي. اشرب الشاي، يجب أن نخرج. ارتدي ثوبا جميلا. يجب أن تعير الطفل اهتماما أكثر، إنها تكبر يوم بعد يوم. ليت أمها كانت موجودة، إنها بحاجة إلى أمها. هذا ما قالته لي أمس. ما قالت؟ طلبت أن نأتي لها بأم. يبدو أنها بدأت تشعر بالفراغ. يبدو أنها تتفق معك كثيرا. الأطفال لا يتفقون مع الشباب، مصالحهم ليست مشتركة. ماذا تعني؟ أنهم مثلي. نعم. من هم في مثل عمري يحبون الثرثرة، لذلك يجدون آذانا صاغية دائما عند الأطفال ولا يملون من الاستماع وطرح الأسئلة. لهذا السبب ترانا متفقين معهم. أما أنتم الشباب فلا تستمعون ولا تثرثرون. أنا ذاهبة عند ليال. ألن تستأذني أولا؟ لا ضرورة لهذه الشكليات، لن أطيل البقاء، سأقبلها وأعود حالا. حسنا، لا تتأخري. أنا قلت أنني لن أتأخر.
انتظار مكالمتك غدا. لن أنسى. بالإذن. مساء الخير. مساء الخير دكتور. مساء الخير، كيف حالك؟ لا بأس. إلى اللقاء. مع السلامة. فقط وأعود. لماذا؟ وعدتهما أنني لن أتأخر. على الشرفاء المحافظة على وعودهم. تصبحين على خير. وأنت بخير. أحلاما سعيدة. أحلاما سعيدة لريما.